بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض درس بعنوان الذكاء. مع بعض نستعرض تعريف علماء النفس لمعنى الذكاء العام. علماء النفس قالوا إن الذكاء العام هو قدرة عقلية عامة عند الإنسان. الذكاء العام ده بيتصف بالعمومية عشان هو عامل مشترك في جميع أنواع النشاط المعرفي للإنسان، وده واحد من أهم مكونات الشخصية، لأنه بيلعب دور رئيسي في أولا قدرة الفرد على إنه يتصرف في مواقف مختلفة، تاني حاجة إنه إزاي الفرد يتكيف مع البيئة والظروف المتغيرة بتاعتها، الحاجة التالتة إزاي الفرد يستفيد من الإمكانيات اللي البيئة دي بتوفرها له. طب إيه بقى تعريف الذكاء عند ديفيد ويكسلر؟ ده عالم من علماء النفس، عرف الذكاء بإنه قدرة كلية على التفكير العاقل والسلوك الهادف ذي التأثير الفعال في البيئة. ده تعريف الذكاء عند ديفيد ويكسلر. التفوق العقلي ده سمة بتدل على مستوى عالي للذكاء عند الفرد، انه يكون متفوق عقليا. طب ايه بقى مميزات المتفوق عقليا؟ الشخص اللي عنده مستوى عالي من الذكاء اللي بنطلق عليه المتفوق عقليا، ايه مميزاته؟ طبعا الارتباط عنده بين المستويات العليا للنضج الجسمي والعقلي والانفعالي والاجتماعي بيكون ارتباط مرتفع. كمان من صفات المتفوق عقليا، اولا انه بيتمتع بميول خصبة، تاني حاجة انه عنده اتزان انفعالي، تالت حاجة انه عنده ثقة شديدة بالنفس، رابع حاجة عنده ارادة قوية وبيتصف بالمثابرة، خامس حاجة عنده رغبة دايما في التميز. خدوا بالكم بقى من الملحوظة دي، ان الطالب العبقري ممكن ان هو يحصل المنهج الدراسي في زمن اقل من غيره. شفنا كتير جدا في دول اطفال عندهم 10 و12 و14 سنة وبياخدوا ماجستير ودكتوراه، لانه عمره العقلي اكبر بكتير من عمره الزمني. طب ايه دور الدولة مع العبقرة؟ لو انا عندي في الدولة عبقرة اتصرف معاهم ازاي؟ عندي متفوقين عقليا، ايه اللي اقدر اقدمه لهم كدولة؟ اولا الدولة خصصت عن طريق وزارة التربية والتعليم فصول ومدارس خاصة للعباقرة والمتفوقين علميا. ليه؟ لانهم هم نواة الابداع والابتكار في المجتمع، ولانهم عندهم دور ايجابي في ان هم يعملوا تغيير ثقافي واجتماعي في المجتمع، وهم دول اللي هيبقوا قادة الأمة والمفكرين بتوعها في المستقبل. طيب نيجي بقى للتأخر العقلي. زي ما شفنا التقدم العقلي والتفوق العقلي، نشوف التأخر العقلي. التعريف بتاعه هو عبارة عن حالة قصور في مهارات بتظهر في أثناء نمو الفرد وبتسهم في المستوى العام للذكاء. يعني هي قدرات معرفية ولغوية وحركية واجتماعية فيها قصور عند الفرد، وبيكون القصور ده في السلوك التكيفي مع المجتمع المحيط. ايه اسبابه؟ اسباب التأخر العقلي بيكون وراثي او بيئي، او بيكون وراثي وبيئي مع بعض. اقسامه التأخر العقلي بينقسم في علم النفس الى 4 مستويات. المستوى الاول من التأخر العقلي، اولا بنلاقي تأخر عقلي بسيط، بنلاقي ان نسبة الذكاء بتتراوح من 55 الى 70. الاشخاص اللي عندهم تأخر عقلي من المستوى الاول عندهم درجة من الألفة، يعني ممكن يبقى يألف انسان معين. كمان هم بيقدروا المتأخرين عقليا من المستوى الاول ان هم يتعلموا لغاية مرحلة التعليم الابتدائي، لكن ما بيكونش عندهم اي نوع من تحمل المسؤولية، ولو توفرت ليهم رعاية خاصة وتدريب مستمر يمكن ان هم يلتحقوا بالاعمال البسيطة او اعمال التركيبات البسيطة زي النجارة مثلا، يعني ممكن يتعلموا حرفة بسيطة زي النجارة. لو جينا للمستوى التاني من التأخر العقلي هنلاقي ان نسبة الذكاء بتتراوح من 40 الى 54، ودول بيصعب ان احنا نعلمهم القراية والكتابة، وعندهم قدرات معتدلة ان هم يتحكموا في الفاظهم، وبعضهم بيصل نضجه الاجتماعي الى مستوى سن 9 سنوات. اما المستوى الثالث من التأخر العقلي
فده نسبة الذكاء بتتراوح من 25 ل 39. دول عندهم مهارات النمو اللغوي والمهارات الحركية ومهارات النطق والكلام بتكون محدودة. كمان ممكن ان احنا نعلمهم بعض مهارات العناية بالنفس، يعني يعرف ازاي ياخد باله من نفسه، وبيحتاجوا ان هم يكونوا تحت رعاية مؤسسات خاصة. ما ينفعش ان هم يتركوا في المجتمع كده، لازم تكون اقامتهم في مؤسسات للرعاية الخاصة. اما المستوى الرابع من التأخر العقلي، وده اخر مستوى، بنلاقي ان التأخر العقلي فيه بيكون بالغ الشدة، بيكون مستوى عميق جدا، بتصل نسبة الذكاء الى اقل من 25. النمو الاجتماعي بتاع الاشخاص اللي هم في المستوى الرابع من التأخر العقلي بيكون ضعيف جدا، بيصعب عليهم ان هم يقوموا باسهل الاعمال، ده نتيجة عجزهم الحركي والحسي. طيب ايه بقى دور الدولة تجاه ضعيف العقل؟ احنا شفنا دور الدولة تجاه العباقرة والمتفوقين علميا وعقليا، اما بقى دور الدولة تجاه ضعيف العقل انها تعمل لهم ايه؟ الدولة بتولي رعاية لضعاف العقول عن طريق انها تعمل لهم مدارس تربية فكرية عشان تساعدهم. تاني حاجة ان هم ينشئوا ليهم مراكز علاج عشان يعالجوا حالات الضعف العقل بتاعتهم. تالت حاجة رعاية الأمومة والطفولة من أول الحمل والسنوات الأولى من حياة الطفل. وبكده نكون انتهينا بفضل الله من شرح الدرس. أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كان معاكم أستاذ هيثم المصري.